الموسم ال15 عبقرة المدارس، وهفكركم بالنتيجة. المتفوقين عين شمس، القاهرة 105، الثانوية الفنية للتمريض بسيون الغربية 70. ودلوقتي مع آخر فقرة، واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الـ16، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل فريق، وأول سؤال إيمان السيد، اتفضلي. وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا إيمان. معلومات عامة، سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ بـ20 نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو: من أي دولة إفريقية بدأ المغامر كيث بويد رحلته سيرا حتى وصوله إلى القاهرة؟ قطع مسافة أكتر من 10,000 كيلومتر في 270 يوم في 2024، عنده 57 سنة، عدى في 9 دول إفريقية. أسماء إجابتك؟ جنوب أفريقيا. جنوب إفريقيا يا أسماء. إجابة مين؟ نحن الأربعة. أنتوا الأربعة، إجابة صحيحة. جنوب إفريقيا هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 90، الثانوية الفنية للتمريض 105، متفوقين عين شمس. أحمد سيفين، اتفضل يا أحمد. أحمد سيفين، وهنشوف موضوع السؤال إيه. قدرات ذهنية، تمام. ٣٠ نقطة. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 10 × 17 × 19 × 5 يساوي كام؟ 10 × 17 × 19 × 5 يساوي كام؟ مروان إجابتك؟ 661. مروان، إجابة خاطئة. أخد إجابة حالاً. روان، 646. 646 إجابة صحيحة. برافو روان، برافو عليكي، وهارد لك يا مروان. 30 نقطة، النتيجة اتغيرت. 120 الثانوية الفنية للتمريض، 105 متفوقين عين شمس. المباراة شقلبت في ثانية. السؤال الثالث بسنت مفرح، وسؤال بـ30 نقطة، ولو الإجابة صح ألف مبروك، تأهل لدور الـ16. لو الإجابة غلط لسه في فرصة عند عين شمس. جوكر، سؤال بـ30 نقطة إجباري، يدوسوا على البازر. تحبوا تتسألوا في إيه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 55 × 55 + 1550 يساوي كام؟ 55 × 55 + 1550 يساوي كام؟ روان، في الثانية الأخيرة إجابتك؟ هتبقى ثواني 2900. إجابة خاطئة. أخد إجابة حالا. كنا لسه كده. إجابتك 1975. إجابة خاطئة. 1970. غلط. 1475. السؤال الأخير، واللي هيحدد مين اللي هيوصل لدور الـ16. أحمد كيلاني، اتفضل يا أحمد.
السؤال الأخير وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا أحمد. جغرافيا، سؤال في جغرافيا بعشرين نقطة، لو الإجابة صح إلى دور الستاشر، لو الإجابة غلط هارد لك، البنات مش هتحتاجوا تجاوبوا صح علشان تتأهلوا. أحيي المدرستين قبل السؤال الأخير. يا رب يا رب. جغرافيا، والسؤال هو: يقع كهف الكتان بإحدى الدول الخليجية، فما هي؟ بيتميز بتشكيلات جيولوجية غاية في الروعة، كهف رخامي شديد البياض. مروان إجابتك. اليمن. مروان إجابة خاطئة. في إجابة فاطمة. إجابة الكويت. إجابة خاطئة. السعودية. محمد عصام، كانت إجابتك إيه؟ عمان. أيوة أيوة. أنا سمعتك قلت عمان، والإجابة كانت من عندك واضحة، ما كملتش ليه؟ أنا كنت محترمة بين دولتين. هارد لك. متفوقين عن شمس، اكتسبتوا خبرة وفرقت معاكم على سؤال، وكنتوا متقدمين طول المباراة وفلت منكم سؤال القدرات الذهنية كمان كان ممكن يتحل الحقيقة. يعني النهاردة معانا ثلاثة أفضل لاعب: مروان طارق، فاطمة ياسر، روان نجاح. كل حد فيكم 40 نقطة. كده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلاب مصر في حلقة النهاردة 225 نقطة، ويبقى مجموع النقط من أول حلقة لحد دلوقتي 2560 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري الداعم الرئيسي لتطوير مدارس مصر بمختلف مراحلها. وهارد لك للمتفوقين عن شرف. الفنية، الثانوية.